بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله آخر درس في منهج رياضيات الصف الخامس على خير إن شاء الله، في الوحدة الـ12، وده الدرس الثاني والثالث معا. القطاعات الدائرية للوحدة الـ12 فيها 3 دروس، الدرس الأول لوحده ده كان التسجيل السابق، والدرس الثاني والثالث معا ده آخر درس من دروس المنهج الطويل الشاق. الحمد لله عدى على خير. يلا مع بعض نشوف درسنا، اسمه فهم ورسم القطاعات الدائرية. وعلى فكرة ما هوش غريب أبدا عن الدرس الأولاني، وإحنا بنشرحه هتحس إن الدرس الأولاني كأنه بيتعاد مرة تانية مع إضافات جديدة بسيطة جدا. بيقول لي إيه؟ عارف هوايات التلاميذ المفضلة؟ يعني لما أقول لك التلاميذ بتحب السباحة والقراءة والكتابة والموسيقى والمسرح. طيب خدوا رأي كم تلميذ؟ 100 تلميذ. كل واحد يكتب الهواية المفضلة والحاجة اللي بيحبها في ورقة. فخدوا الـ100 إجابة للـ100 تلميذ وجمعوهم. لقوا السباحة اللي هي أخدة اللون الإيه اللبني ده كام؟ 10 تلاميذ. والقراءة اللي هو اللون الأحمر ده 30 تلميذ. والكتابة الأصفر 20 تلميذ. والموسيقى الموف 15 تلميذ. والمسرح اللبني، المسرح اللبني كام؟ 25. ويا رب ما كنش شفت الألوان بالخطأ. تمام، جميل جدا. يبقى دول لو أنا جمعتهم هيطلعوا كام؟ برافو عليك، من غير ما أجمع يا مستر هيطلعوا 100 تلميذ. عرفت إزاي يا حبيبي؟ لأن الراجل قال لي في راس السؤال إن هم 100. يبقى المستر حامد عيل وقت قبل ما نحل الأسئلة طلع بكم معلومة؟ بمعلومتين. المعلومة الأولى ترجمنا الهوايات إلى أعداد. المعلومة الثانية إن عدد التلاميذ 100 تلميذ. طب عايزني أعمل إيه؟ لو بصيت معايا هتلاقي مستر حامد مكرر الشريحة دي 3 مرات ورا بعض. أدي الأولى، ركز ركز، دي الثانية، ركز، دي الثالثة. الله، نفس المسألة يا مستر. آه، هو حضرتك ليه يا مستر حامد مكررها 3 مرات؟ أقول لك ليه. أول مرة راجل عايز الإجابة بالتكرارات. إيه التكرارات دي؟ اللي هو عدد المرات العادية، عدد مرات ظهور الشيء، هو عدد مرات وجود القيمة أو الإجابة في القطاع الدائري. يعني إيه؟ يعني السباحة كم تلميذ طلبها؟ 10، يبقى عدد بتوع السباحة 10. طب القراءة كم تلميذ كتبها؟ 30. طب الكتابة كم واحد حبها؟ 20. طب الموسيقى 15. طب المسرح 25. يعني الاعداد يا مستر بتاعت التلاميذ. عدد التلاميذ في الرياضيات اسمه ايه؟ التكرارات. يبقى المستر عمل جدول يا جماعه، كتب فيه الهوايه المفضله، طب وتحتها عدد التلاميذ او التكرارات. اهي دي طريقه، دي طريقه. طب نفس المساله يا اولاد، ولكن المره دي قال لي لو سمحت، قلت له اتفضل، قال لي انا عايزك تعبر عنهم بالكسر العشري. يعني نكتب نفس الجدول. ايوه، ادي السباحه، وادي القراءه، وادي الكتابه، وادي الموسيقى، وادي المسرح، وعايزها بالكسر العشري. اوكي، اللي كانوا بيحبوا السباحه كانوا كام؟ ركز معايا، السباحه نكتبهم تاني عشان تفهم قصدي، 10. والقراءه كانوا كام؟ القراءه 30. تمام، والكتابه 20، والمسرح 15، وآسف الموسيقى 15، والمسرح 25. ال10 وال30 وال20 بنفس الأعداد دي، ده لو كانت تكرارات يا مستر كده. أهو تكرارات تتكتب الأعداد عادي، لكن أنت المرة دي عايزها بالكسر العشري، نعمل إيه يا جماعة؟ ال10 عايزها بالكسر الإيه العشري، يبقى 10 على 100 اللي هي 10 من 100. طب جت ازاي؟ 10 على 100، نحذف زيرو مع زيرو يبقى 1 على 10. طب بالعشري 1 من 10. ايوه. طب القراءة كانوا 30، يبقى 30 على 100 ده بالعادي. طب احذف صفر مع صفر، 3 على 10، 3 من 10. طب الكتابة كانوا 20، 20 على 100، صفر مع صفر، 2 على 10، 2 من 10. طب الموسيقى كانوا 15، 15 على 100، 15 من 100. طب المسرح كانوا 25،
25 على 100، 25 من 100. شفت الفرق في الإجابات إزاي؟ يجي ولد يقول لك هو ليه الشكل ده مختلف عن الشكل اللي فات؟ أقول له يا حبيب قلبي دي أعداد صحيحة سليمة، ولكن هنا قصور عشرية. طب عايزها بشكل ثالث لنفس المسألة، أهو السباحة كام؟ كانوا 10، والقراءة كانوا كام؟ 30، والكتابة 20، والموسيقى تلات كام؟ الموسيقى كانوا كام فكروني؟ 15. ماشي 15، ودي 25. المرة دي عايزها نفس المسألة ونفس الهواية، ولكن بالكسر الاعتيادي، يبقى بسط ومقام. جميل، السباحة 10، تبقى 10 على 100، نحذف زيرو مع زيرو، يبقى المتبقي 1 على 10. حلوة. طب القراءة كانوا كام؟ القراءة كانوا 30، تبقى 30 على 100، نحذف زيرو مع زيرو، يبقى المتبقي 3 على 10. فهمني يا سجود؟ الكتابة كانوا كام يا سجود؟ 20، يبقى 20 على 100، نحذف زيرو مع زيرو، تبقى 2 على 10. والاتنين أعداد زوجية، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الخمسة، تبقى الإجابة 5. اشمعنى دي مختلفة؟ لأن فيها اختصار. دي ما كانش فيها اختصار ولا دي فيها اختصار. نيجي لمين؟ للموسيقى. الموسيقى 15، تبقى 15 على 100، يقبلوا على الخمسة، على الخمسة فيها الثلاثة، على الخمسة فيها الاتنين ونحط زيرو، تبقى 3 على 20 في أبسط صورة. المسرح كام؟ 25، يبقى 25 على 100. المية قد ال25 4 مرات، تبقى الإجابة كام على طول؟ ربع يا ولاد. على ال25 فيها الواحد، على ال25 فيها الأربعة. يبقى مستر حامد دلوقتي علمك طريقة، 3 طرق يا ولاد، لرسم القطاعات الدائرية وتحويلها لجداول: جدول التكرار، جدول الكسر العشري، وجدول الكسر الاعتيادي. وتعالى لوحدة تانية قدامي، المادة المفضلة للتلاميذ. طب كم تلميذ؟ 100 تلميذ. ادي العربي اللون ده، والرياضة اللون ده، وادي العلوم، وادي الانجليش. العربي كم يا جماعة؟ العربي الاخضر 40، الرياضة الاحمر 30، العلوم الاصفر 15، الانجليزي اللبني 15. المستر عمل ايه دلوقتي؟ المستر ترجم الالوان لاعداد، والراجل بيقول لي اول سؤال اعمله لي لو سمحت بجدول التكرار. تقوم ليلى تقول ده اسهل طريقه يا مستر، نعمل الجدول لو يا مستر. هنا الماده المفضله جبتها من الكلمه دي، ونكتب اسامي المواد: عربي، رياضه، علوم، انجليزي، اللي يجوا في المساله. طب التكرار بتاع العربي 40، الرياضة 30، العلوم والإنجليزي 15. أدي جدول التكرار، خلصت السؤال الأول. نيجي للسؤال الثاني، قال لي اعمل لي القطاع الدائري ولكن بقصور عشرية. طيب نيجي للعربي، كتبت جدول جديد أهو يا جماعة، قصور العشرية. العربي 40، تبقى 40 على 100، نحذف زيرو مع زيرو، تبقى 4 على 10، اللي هي 4 من 10. طب 30، 30 على 100، زيرو مع زيرو، تبقى 3 من 10. طب ال15، 15 على 100، 15 من 100، والتانية زيها كده. أنا عملت الجدولين. بيسألني سؤال جديد، ما المادة اللي بيفضلها أكبر عدد من التلاميذ؟ دي من غير ذكاء، يا إما تعرف من الأعداد من أكبر عدد ال 40، يبقى مادة مين؟ اللغة العربية، العربي، وكمان شكل القطاع بتاعها كبير. طيب كم يزيد؟ أول ما يقول كم يزيد يبقى نطرح المحبي العربي عن محبي العلوم. العربي 40 والعلوم 15، نطرحهم من بعض يبقى بيزيد 25 تلميذ. كلمة كم يزيد؟ نطرح الاتنين من بعض. وسؤال جديد، هنا بقى التقديرات اللي جابها الولاد. آدي اللون الممتاز، وادي الجيد جدا، وادي الجيد، وادي الضعيف. الممتاز 30 تلميذ، الجيد جدا، آسف، الممتاز اللون الأصفر 10. ماشي نرجع نصلحها، الممتاز اللون الأصفر، العدد كام؟ 10 تلاميذ. الجيد جدا الأحمر 30، الجيد الأخضر 50، الضعيف اللبني 10 تلاميذ. المستر ترجم الإيه؟ ترجم الخانات إلى أعداد.
طب الشاطر يعمل ايه؟ يجمع. طب يجمع بطريقه سهله 10 و10 20 و30 50 و50 يبقوا 100، والراجل كمان ما تعبنيش بيقول لي 100 تلميذ. اوكي، هنا عايز مين؟ جدول في صوره جدول التكرار، ولكن جدول التكرار وايضا قصور اعتياديه. يبقى عايز الجدول على ايه يا جماعه؟ على مرتين. يعني ممكن اعمل له جدولين، ممكن، وممكن اعمل جدول في الاثنين. ادي الممتاز كتقديرات اهي. هنا التقديرات جيد جدا، جيد، ضعيف. هنا التكرار اللي هو الاعداد العاديه اللي بيمثل عدد التلاميذ. الممتاز اهو، الجيد جدا اهو، الجيد اهو، الضعيف من الجدول. طب ازاي نجيبه كسر اعتيادي؟ العشرة تبقى 10 على 100، 10 على مين؟ على 100. 0 مع 0 تبقى 1 على 10. طب نيجي لل 30، 30 على 100 نحذف 0 مع 0 تبقى 3 على 10. ال 50، 50 على 100، تمام، احذف 0 مع 0 تبقى 5 على 10 اللي هي نص. الضعيف 10، يبقى 10 على 100، احذف 0 مع 0 يبقى المتبقي 1 على 10. كده جبت له جدولين، بيسألني سؤالين أخريين. ما التقديرين اللي حصل عليهم نفس عدد التلاميذ؟ يعني مين التقديرات المتساوية يا ولاد؟ العدد التلاميذ هو أقول له باين قوي أهو، الممتاز 10 والضعيف 10، اللون ده 10 واللون ده 10، يبقى مين اللي تساوم؟ الممتاز والضعيف. يبقى نقول له الممتاز والضعيف هما اللي تساوم 10 تلاميذ. طب ما اجمالي التلاميذ اللي جابهم؟ الجيد والجيد جدا معا. طيب الجيد جدا 30 والجيد 50 تبقى الاجابه 80 تلميذ. عملنا ايه؟ جمعناهم هما الاثنين. يلا واحده كمان. هنا مين؟ ادي فواكه، الفاكهه المفضله عندي مين؟ عندي 100 طالب. سؤال جميل ودرس جميل ولذيذ يا ولاد والله. البرتقال 50 طالب بيحبه، التفاح 25، الخوخ 25. بيقول لي مثل الجدول السابق بتاع القطاعات الدائريه. جميل، نعمله ازاي؟ نرسم دايره. المره دي بقى يا حبيب قلبي هو اللي جايب لك الجدول وعايزنا احنا اللي نرسم. نعمل ايه يا جماعه؟ نرسم دايره، نرسم دايره ونقول لنفسنا هو الاجمالي كام؟ الاجمالي 100، الاجمالي 100. طب البرتقال 50، يبقى نقطع الدايره بالنص ونقول الجنب ده محجوز للبرتقال اهو، حتى لو انه برتقالي. طيب ال 25 و25 قد بعض، يبقى نص الدايره الثانيه يتقسموا بحق الله. يبقى البرتقال خد نص الدايره، والخوخ والتفاح منهم قد بعض ربع وربع. ادي التفاح وادي الخوخ وادي المفتاح بتاع الرسم. يبقى انا كده قدرت اعمله رسم بياني بالقطاعات الدائريه بسهوله. بيسالك سؤال، ما الفرق بين اللي بيحبوا البرتقال واللي بيحبوا الخوخ؟ كلمه الفرق تبقى عمليه طرح. البرتقال 50 والخوخ 25، اطرح الاثنين يبقى المتبقي 25 تلميذ. ما الكسر العشري اللي بيفضله البرتقال والتفاح معا؟ فين البرتقال؟ اهو. فين التفاح؟ واحدة من دي. طب دول 50 ودول 25، لو جمعناهم يبقى 75 على كام؟ على 100. طب ده عمو عايزها بالعشري، 75 على 100، 75 من 100. كده جبنا الإجابة بالقصور العشرية. كده خلص منهجنا وخلص درسنا، والأهم من درسنا المنهج بالكامل. الحمد لله تم تغطيته تغطية تامة، درس بدرس. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم، وكل الدروس اللي جاية إن شاء الله سلسلة من الامتحانات والمراجعات بإذن الله.